هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء في هذا الصباح الجميل من هنا من أرضية هذا الميدان من ميدان سيف العرب أحد الأفرع التابعة لميدان المرموم، حيث نتابع هذه المكرمة الغالية، مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للغوات المسلحة حفظه الله ورعاه. هكذا شاهدت أول الأشواط للأبكار الحقائق، ولكن حضرت هناك حرب التي دونت أول الانتصارات بشعر أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي وحدة الفوز للناطق الرسمي. هناك هذا الفوز الجميل في هذا الصباح. هكذا نجدد اللقاء ونجدد التحية واللقاء في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة لينطلق الشوط الثاني في تعداد أشواط هذا اليوم، وهو يعتبر المسار الأول للقعدان الحقايق. أسماء قوية قادمة للمشاركة في هذه التحديات الصباحية في دانة الدنيا دبي. أسير إلى الأسماء المنطلقة وأتابع المركز الأول. مشغل يتقدم إلى الصدارة ويندفع إلى المركز الأول بشعار عيسى بن سعيد بن محمد العويسي الذي يتقدم ويندفع مع المركز الأول نقلة إلى المركز الثاني، لأجد على المركز الثاني الانطلاق من غبل غزل لسيف بن سعيد بن محمد. النعيمي يتقدم على المركز الثاني وكأنه يغازل الانتصار ويغازل الفوز، بينما المركز الثالث القادم في هذه اللحظة الجميلة هنا القصير اللي يأتينا مع المركز الثالث في هذه اللحظة عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي شعار حربه هنا يأتي مع الكوكبة الثلاثية، بينما المركز الرابع وتابع الانطلاق من قبل شاهين سعيد بن سالم بن مبارك المقبالي. المركز الخامس مشوش محمد بن خبيس بن شلبوت الخيالي. هكذا هي الأسماء، هكذا هي الشعارات الغوية هنا المعلنة بهذا الحضور، ولكن ناهيك عن الأسماء اللي لم تتدخل مع الكوكب الخماسية مع الكادر الإعلامي، ولكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى المركز الأول. ما شاء الله، مشغل اللي أشغلنا على الصدارة، وأعلم بهذا الهجوم الطلغائي على الصدارة الأولى على المركز الأول. ما شاء الله، ها هو يتقدم عيسى بن سعيد بن محمد العويسي مع البداية الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظة الخمسمية متر الأخيرة. هنا بانت النهاية والكيل الأخير، بدينا في خطوطه النهائية، جولة الأوامر النهائية. المركز الثاني هناك يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظة، هناك غزل سيف بن سعيد بن محمد النعيمي يأتي على المرتبة الثانية، ولكن الشوط الأول يغادر مع مشغل وبدون أوامر. والعصاقوس ما قال له شيء، العويسي ما قال له شيء ولا حركه. تهانينا والناموس يلا عيسى بن سعيد بن محمد العويسي على فوز مشغل وانتزاعه للشوط الرئيسي للجعدان. ها هو يصل الى الخط الابيض الذي هنا ايضا مشغل يعانقه. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني اللي اتى فيه ايضا اللي هو مايهاب محمد العلي بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث اللي اتى فيه مشاهدينا الاعزاء من خلال هذه الانطلاقه الجميله اللي هو الذيب سيف
أو سعيد بسيب اللاحج الهاجري من احتل المركز الثالث ثم المركز الرابع، فكان من نصيب أيضا القصير عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي المركز الخامس، فكان من نصيب اللي هو غزل لسيف بن سعيد بن محمد النعيمي. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى عودة إلى التوقيت الزمني 4:43 وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى مالك مشغل عيسى بن سعيد بن محمد العويسي الذي فاز في أول أشواط الجعدان في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس للجميع.